أهلاً أحبائي، بحييكم باسم المسيح من الأراضي المقدسة، من بحيرة طبرية. منواصل دراستنا في عظة المسيح على الجبل، وطبعاً هذا المكان مناسب مثل ما شايفين أن المسيح صنع معجزات حول هذه البحيرة وعاش في هذه المنطقة وخلف المنطقة الشمالية اللي هو جبل التطويبات، والمكان اللي أشبع فيه الآلاف وعلم من هناك. حديثنا في هالحلقة رح يكون عن أطلبوا ملكوت الله. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي وتكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.